طبعا كلنا عارفين الظروف اللي بيمر بيها مستر كرولس. هو كان اعلن عنها على صفحته الشخصية على الفيسبوك، بنتمنى له الشفاء العاجل والسلامة ليه ولأسرته، وبنتمنى برضو النجاح لطلبة الثانوية العامة بالتوفيق ان شاء الله، وبنتمنى ان الغمة اللي احنا فيها من اول السنة تنزاح ويبقى فيه شوية فرح وانبساط بعد الفترة الصعبة اللي احنا عدينا بيها. وبمناسبة الفرح والانبساط والسعادة جايب لكم مجموعة إيديومز تقدر تستخدمهم بدلا من كلمة هابي لوحدها، ويلا بينا. زي ما عندنا في العربي كلمات زي مبسوط جدا، فرحان جدا، طاير فوق السحاب، او في سابع سما، في حاجات زي كده بالانجليش برضو، وهناخد منهم مجموعة النهاردة. واول مصطلح معانا النهاردة او الايديوم اللي هو on cloud nine. on cloud nine زي مثلا لما اقول طاير فوق السحاب بالعربي، زي مثلا لما اقول the child was on cloud nine to see his dad after a long time. The child was on cloud nine to see his dad after a long time. يعني الطفل كان مبسوط جدا لما شاف ابوه بعد غيبة طويلة. تاني مصطلح معانا النهاردة اللي هو like a dog with two tails. like a dog with two tails مش معناها ان هو زي مثلا سوري في اللفظ كلب بدلين، لا، معناها ان هو مبسوط جدا لدرجة شديدة. زي مثلا لما اقول he will be like a dog with two tails. he will be like a dog with two tails if he wins the lottery. he will be like a dog with two tails if he wins the lottery. يعني هو هيكون مبسوط جدا 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 لو كسب اللوتري، اللي هي طبعا عبارة عن كمية فلوس كتيرة خالص. المصطلح الثالث معانا النهاردة on top of the world. on top of the world يعني فوق العالم كده، فوق الدنيا، مبسوط لدرجة شديدة جدا. زي مثلا لما اقول she was on top of the world when she gave birth to a baby boy. she was on top of the world when she gave birth to a baby boy. she was on top of the world when she gave birth to a baby boy. يعني هي كانت مبسوطة جدا جدا لما وضعت طفل ولد. المصطلح الرابع معانا النهاردة over the moon. over the moon لما اقول مثلا she was over the moon when he proposed to her. she was over the moon when he proposed to her. she was over the moon when he proposed to her. يعني هي كانت مبسوطة جدا جدا لما هو اتقدم لها. المصطلح الخامس معانا النهاردة اللي هو in seventh heaven. in seventh heaven اللي هو زي كده بالبلدي عندنا في العربي اللي هو طلعتني لسابع سما، هو تقريبا نفس التعبير. وناخد جملة مثلا عليه he was in seventh heaven when he got his dream job. he was in seventh heaven when he got his dream job. يعني هو كان في سابع سما، كان مبسوط جدا جدا وفرحان لما حصل على الوظيفة اللي كان بيحلم بيها. المصطلح اللي معانا بعد كده grin from ear to ear. grin from ear to ear اللي هو زي ما احنا بنقول بيضحك من الضحكة من الودن دي للودن دي. ولما اقول مثلا he was grinning from ear to ear after passing the test. after passing the test يعني هو كان مبسوط جدا وفرحان والضحكة من هنا لهنا بعد ما عدى الامتحان. الايديوم اللي معانا بعد كده اللي هو happy as Larry، ودي وراها قصة happy as Larry. دي كان يقال ان كان فيه Australian boxer، واحد استرالي بيلعب بوكس، وبعد ما فاز كان مبسوط جدا جدا، فالصحافة الاسترالية كانت كاتبة اللي هو happy as Larry، فابتدى المصطلح يستخدم ويبقى مصطلح دارج بعد كده، وخاصة في النشاط الرياضي لما حد يبقى مبسوط بعد مثلا يكسب مباراة نقول as happy as Larry. He was as happy as Larry after winning the match.
يعني هو كان مبسوط جدا جدا بعد ما كسب المباراة. والمصطلح اللي معانا بعد كده اللي هو jump for joy، المصطلح اللي معانا بعد كده اللي هو jump for joy، يعني مثلا لما اقول she jumped for joy when they gave her a nice birthday gift. She jumped for joy when they gave her a nice birthday gift. يعني هي كانت مبسوطة جدا لما ادوها هدية عيد ميلاد حلو. آخر مصطلح معانا النهاردة اللي هو full of the joys of spring. Full of the joys of spring يعني مبسوط جدا برضو، زي كده الواحد فرحته وانبساطه بأيام الربيع مثلا. يعني مثلا لما أقول he was full of the joys of spring upon hearing the good news. He was full of the joys of spring upon hearing the good news. يعني هو كان مبسوط جدا جدا لما سمع الأخبار المفرحة. ربنا يفرحكم دايما على طول. و if you like our video، لو انت عجبك الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنساش تعمل له لايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناة، ونشوفكم على خير.